مرحبا بكل متتبعي ريكاب سيا في حلقة جديدة من الموسم الثالث، واليوم باش نبدو إن شاء الله الأخبار متاعنا من كرة السلة. دوما فرع الشيخة والنادي الإفريقي كان تمكن البارح من إضافة انتصار جديد في رصيده بعد ربح الملعب النابلي في قاعة البرجاني 71 مقابل 57 لحساب الجولة الأولى إياب بعد وفاة مرحلة الذهاب. دونك بدينا في مرحلة الإياب، والنادي الإفريقي كان تمكن من إضافة نقطة في رصيده. نعطيكم النتائج الكاملة تاع الجولة الأولى اللي تلعبت البارح. دونك النادي الإفريقي كان انتصر 71 مقابل 57 على الملعب النابلي. الملعب الصفاقسي كان خسر 50 مقابل 102 أمام النجم الراتسي. شبيبة المنازة كانت خسرت 75 مقابل 96 أمام الزهراء الرياضية. والاتحاد الأنصار كان انهزم 50 مقابل 56 أمام شبيبة القيروان. والاتحاد المناسيري كان انتصر على حساب الدالية الرياضية 71 مقابل 60. نعطيكم الترتيب بعد مباريات البارح. دونك الزهراء الرياضية والنادي الافريقي في المرتبة الأولى ب 18 نقطة، دونك كان افونتاج للكلوب باسكو في الالي كان النادي الافريقي يربح. دونك توا النادي الافريقي اللي هو الأول ب 18 نقطة والزهراء المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة النجم الراسي 17 نقطة، المرتبة الرابعة الاتحاد المناسيري ب 17 نقطة، المرتبة الخامسة شبيبة القيروان ب 15 نقطة، المرتبة السادسة شبيبة المنازل ب 14 نقطة، المرتبة السابعة الملعب النابلي ب 14 نقطة، المرتبة الثامنة الاتحاد الأنصار ب 12 نقطة، الدالية الرياضية المرتبة التاسعة ب 12 نقطة، والملعب الصفاقسي في المرتبة الأخيرة 9 نقاط. نعطيكم برنامج الجولة الجاية باش تلعب نهار السبت واللي فيها مباراة كبيرة برشا ما بين النادي الافريقي والنجم الرادسي. دونك النادي الافريقي باش يتحول الرادس باش يلعب في رادس. دونك اللي كنا ربحناه دونك في الروتور توا باش نشوف المباراة كيفاش باش تكون. بيتو اللي كنا خسرناه بيتو كان تذكروا خسرنا في اخر لحظة دونك فارق هدف، وكنا عملنا احتراز مباراة ذيك على مراد المبروك، ولحد الآن ما زلنا نتبعوا في الاحترازات عند الجامعة اللي ما زالت ما عطتش كلمتها الأخيرة. دونك مباراة باش تكون صعيبة، باش تكون روفوش لنادي الإفريقي إن شاء الله يتمكن من الانتصار. أعطيكم البرنامج، دونك نهار السبت 14 النجم الراسي النادي الإفريقي، الدالية الرياضية الملعب الصفاقسي، الملعب النابلي اتحاد الأنصار، وشبيبة القيروان وشبيبة المنازة، والخمسة ونص مباراة وحيدة اللي هي الزهراء الرياضية والاتحاد المنستيري. نبقى مع فرع كرة السلة. دونك جديد هو ثم انتداب، مش انتداب، ثم مفاوضات متقدمة برشا مع اللاعب براندون واتكينز. دونك لاعب امريكي دونك يشغل خطة 4-5 دونك دو بوست، ومن مواليد 18 جانفي 1995، طوله 2 متر و6، والوزن تاعه 104 كيلو جرام. لاعب باهي، كان لعب في البطولة الأمريكية ولعب في العديد من البطولات الأوروبية. إلى حد الآن ما تماش سينياتير أوفيسيال حسب مصدرنا من فرع كرة السلة، دونك كما محادثات متقدمة برشا. دونك نورمالمون الساعات القادمة باش يتم الإمضاء رسميا. دونك بعض الصفحات والمواقع كانوا أكدوا لأنه هو رسميا تم الإمضاء، لكن مازال إن شاء الله في الساعات القادمة يتم الإمضاء لصالح النادي الإفريقي. نجو دول الموضوع متاع الانتدابات ومنع من الانتدابات وملفات الفيفا، باش نحبوا نرجعوا نعمل شوية لبوان ونفهموا بالضبط شنو صاير في الملف هذا. هو المؤكد لأنه ثم بعض الملفات العالقة، والحمد لله هي الأخيرة اللي عند الفيفا. دونك إذا كان إن شاء الله نسكروا المواضيع هذه، الملفات هذه إن شاء الله ننسوا الفيفا كومبليتمون. دونك في المود انتهي الكابوس متاع الفيفا. أعطيكم أول حاجة شنو هما الملفات اللي مازالت، هي شركة ماتش وورد. دونك هذه اللي كنا حكينا عليها، على الشركة المنظمة السويسرية لمباراة فالنسيا الودية واللي ما تمتش. دونك فما 420 ألف أورو مستحقات نادي نصر حسين بي الجزائري في صفقة انتقال لاعب عثمان 200 ألف أورو، ونادي بارادو الجزائري ثم 70 ألف أورو في صفقة انتداب زكريا نعيجي اللي هو جاء في إطار إعارة كهو يعني، ومسحقات لاعب شمس الدين انغير 18 ألف
أورو كان تذكروا كان انتقل لنجم المتلوي دونك يلعب في نجم المتلوي ديجا من سيزون اللي فات. دونك هذه المسحقات اللي لازم تخلص مع النادي الإفريقي. وبالنسبة لي موضوع منع من الانتداب هو احنا توا جمهور نادي الفريق وانا نفهم مليح شنو يصير في الفيفا دونك كما تعرفوا وين يجي قرار نتاع دفع يجي معاه قرار الدفع يجي يلزم نادي الفريق مثلا ناخذ كمثال الشركة هذه السويسرية دونك 420,000 يورو يعطوهم اون دات ليميت دونك عندهم ديوري نتاع مهلة نتاع 45 يوم ديما وين يجي القرار معاه ديوري مهلة ب 45 يوم باش تخلص وفات 45 يوم ما خلصتش يدخلوا في المنع من الانتداب دونك النادي الافريقي جاتوا الاجار جاه الاعلام ديجا باش يخلص المبلغ هذاك مع مهله ب 45 يوم وتوفى 45 يوم ندخلوا في منع الانتداب لثلاث فترات متتاليه مع العلم لانه النادي الافريقي يسعى باش يسكر من الفتره هذه كل ان شاء الله وما فماش باذن الله ما فماش حتى اشكال من ناحيه هذه اما يجوز باش نفهموا كيفاش تتم العمليه دونك ناخذوا على سبيل المثال نادي افريقي تم اعلامه نهار 10 نوفمبر بملف 420,000 يورو نتاع الشركه السويسريه دونك النادي الافريقي عنده حتى 25 ديسمبر باش يخلص المبلغ هذاك ابارتير من 26 ديسمبر ندخلوا في عقوبه المنع من الانتداب دونك كيما ريتو 25 ديسمبر يعني نجي شنو في شطر الميركاتو دونك نادي افريقي كيف تحب الميركاتو من 1 ديسمبر حتى نهار 24 ديسمبر عنده الحق ينتدب ويأهل ويعمل شي حاجه 25 ديسمبر اخر نهار في الدات على الخلاص ما خلصش ندخل في العقوبه دونك ما تمش اشكال بالنسبه لمرحله الانتدابات الجايه هذه دونك اذا كان ما نخلصوش دونك باش تولي الخطيه او العقوبه ابليكابل ابارتير من الفترة اللي بعدها لكن حسب معلوماتنا ثم مباحثات كبيرة ومناقشات كبيرة وثم اتصال ما بين الأطراف الكل وثم صيغة تفاهمية إن شاء الله باش تتم والملف هذا إن شاء الله باش يتفكر قبل وقته وما تمش حتى إشكال إلى حد الآن بطبيعة لحد آخر الأخبار لأن ما تم حتى عوائق باش تسكر من الفترية بدون أي خسائر إن شاء الله. دونك تأكيدا للشيء هذا عن النادي الافريقي حتى ولو تم المشاكل هذه لكن يسعى لتعزيز الصفوف الفريق في الميركاتو هذا وكما تعرفوا ثم رضوان زادوم اللي كان صحح يعني اوفيسيالمون ونادي الافريقي في مباحثات متقدمه مع متوسط ميدان هجومي ومع مدافع زاد دونك ثم ثلاثه لاعبين ان شاء الله باش ينضموا للنادي الافريقي دونك ثم تعزيز في الميركاتو الشتوي ان شاء الله. نكملوا اخبارنا بحكايه مباراه النادي الافريقي وتاج جرجيس ما فماش ملعب مثلا نلعبوا للجمهور شنو الحكايه بالضبط كما حكينا في الحلقه اللي فاتت ملعب راد باش يسكر ثم صيانه باش تعمل وبريفيو باش يسكر بعد مباراه المنتخب التونسي نهار الثلاثاء الجاي باش يلعب المنتخب التونسي دونك ابارتي من الاربعاء نورمالمون باش يسكر الملعب وحنا نلعبوا نهار الخميس دونك بعد اذا كان يسكر الملعب تبقى لنا لي زوبسيون اللي هو سواء المندا سواء زويتن وكما تعرفوا هذوما الزوز حتى ولو كان يعطونا الاوتوريزاسيون باش نلعبوا فيهم اكيد 100% باش يكون بلاص جمهور دونك ما نحبوش هكا دونك ماذا بينا يكون جمهور حاضر هذاك علاش رئيس النادي الافريقي يوسف العلمي كان اتصل البارح برئيس دونك رئيس الحي الاولمبي الاولمبي في رادس هو الهي برادس وبالمنزا ومنطون دونك وكان طلب منه باش انهم ياجلوا غلق الملعب الى ما بعد مباراه ترجي جرجيس وابارامون ثم تجاوب لكن ثم قرار تاع مجلس اداره دونك باش يرجع الاداره وياخذوا قرار لكن ثم امكانيه كبيره برشا باش مباراه تلعب في رادس ان شاء الله نهار الخميس وبحضور الجمهور دونك 15% وهذه فرصه باش ندعو الجمهور الكل باش يمشي يقص الباسبور نتاعو دونك ثم 15,000 محب ان شاء الله ينجم يكونوا حاضرين نهار الخميس مباراه هذه دونك ما تفوتوش الفرصه ان شاء الله. ولكن كنا وصلنا لاخر حلقتنا اليوم نعاودوا نرجعوا بعضنا في حلقه اخرى وريكاب جديد ان شاء الله دونك واصلوا تابعونا على موقعنا الرسمي كلوبيست.نت وصفحه رسميه كلوبيست.نت على الفيسبوك وما تنسوش تشتركوا في قناتنا ريكاب سيا باش تابعونا في كل حلقه خاصه بكل
الحوصله مثلا الاخبار وزاد لي زافري ماتش نعملوا فيهم، وان نعرضوا عليكم كل الاحصائيات الخاصه بالفريق وباللاعبين. شكرا للمتابعه، الى اللقاء.